بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. على بركة الله ننطلق في أمسية متجددة بقاعة أكاديمية الجيل الجديد ومع سلسلة جيل المستقبل. فأهلا ومرحبا بكل الأخوة وروادنا الكرام الذين شرفونا بالحضور الآن، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. على بركة الله نبدأ معا هذا اللقاء. طبعا بالأمس كنا قد توقفنا عند جزئية ان الطفل بيحتاج الى الأسرة، وقلنا هنا احتياجه للأسرة وازاي يشبعها يشبع الحاجة دي للأسرة. قلنا لازم اول حاجة ان الطفل يتعلم منذ الصغر ان الامور لا يمكن ان تسير وفق هواه، ومن ثم يجب علينا الا نعطيه كل ما يطلب او يريد، ولذلك لابد ان يتعود على اغفال بعض رغباته، وان يتعود العطاء، وان يتقاسم ملعبه مع زملائه او مع اخوته. الجزئيه الثانيه تجنب رشوة الطفل لدفعه للقيام بشيء ما. ما دايما ما بقولوش انا والله اخذ اعمل كذا وخذ كذا، لا، تجنب هذه الرشوة، ودائما ابذل له ما تعده. يعني لو وعدت بشيء لازم تفي بالوعد الذي وعدت به، وإذا لم تحدث الظروف إن هي هذا الشيء يتم في موعده، إذا في هذه اللحظة لازم تبرر له السبب، لازم تقول له السبب إيه اللي خلاك ما قدرتش تكفي بهذا الوعد. طبعا الحاجة الثالثة قال إن الأمر الطبيعي السوي هو أن يستكمل الطفل استقلاله، لازم الطفل يحس باستقلاله ويتحمل المسؤولية كاملة. عشان كده احنا بنلاحظ الأطفال لما بيبدأ كده عنده حتة الاستقلالية وتحمل المسؤولية، نجيه من بدري كده يجي عاوز يلبس الحذاء لوحده أو عاوز يلبس لبسه لوحده في سن مبكرة. طبعا هنا في بعض الأمهات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا الأستاذ سارة. طبعا في بعض الأمهات بيبقى من خوفها وقلقها عليه، طب هي بتحاول دايما ان هي تلبسه وتقلعه كل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البراء، مرحبا بحضرتك. طبعا هنا الجزئية دي يا جماعة لازم ناخد بالنا منها. إذا أراد الطفل وكده وإحنا حاسين إن هو عاوز يستقل بشخصيته من بدري كده ويتحمل المسؤولية، بنسيبه هو مثلا يلبس الحذاء مع التوجيه، لا ده في اليمين دي في الشمال، بمساعده بسيطه، او حتى لو حب يلبس البنطلون بمساعده بسيطه ونسيبه الاول يحاول. تمام، طيب نسيبه يحاول وهيخطئ في المحاوله عشان يتعلم من اخطائه. تمام، لذلك احبتنا الكرام احنا بنقول لازم نعلم الطفل من هو صغير يبقى عنده استقلاليه وعنده تحمل للمسؤوليه، يتحمل المسؤوليه كامله في سن مبكره. اهلا استاذ علاء، مرحبا بحضرتك. اهلا استاذ مها، اهلا بحضرتك. عشان كده يا جماعه اللي هنقول لازم على كلا الوالدين ان يكون رفيقا بالطفل، صديقا له، موطنا لثقته. خلي بالكم من الثلاث حاجات، يعني لازم الواحد فينا يصاحب ابنه او يصاحب بنته رفيقا،
وصديقا وموطنا لثقته. موطنا لثقته يعني يجب على الحاجة وتثق فيه او تثقه. لا خلاص لازم الموطن الثقة دي خلاص ثقة كبير زي ما احنا كنا نقولها في البلد يعني. لازم احنا نحس ان احنا موطن الثقة بهذا الابن. ولازم يكون الوالدين اثنين معا يعني كمان. يجب ان يكون الوالدين جبهة واحدة تعمل على توجيه الطفل. يعني لازم الاثنين يعملوا على توجيه الطفل وارشاده وتعديل الاخطاء اللي بقع فيها. فاذا صار بينهما خلاف ذكرناه الكلام احنا بالامس قلنا فليلتمس له الحل بعيدا عن الطفل. يعني في اي مشكلة حدثت لازم يبعده بعيد خالص عن الكلام ده عن الطفل. طبعا دي في الحاجة للأسرة وازاي نشبهها عند الطفل. طيب ان شاء الله ننطلق الان ونستكمل معانا المسيرة. في هذا الجزء سوف نتكلم عن الضغوط النفسية ومصادرها وانواعها واضرارها وازاي نتغلب عنها ان شاء الله. طبعا حضراتكم عارفين ان الصحة النفسية زيها زي الصحة الجسمية مهمة في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان. والاهتمام بالصحة النفسية في الوقت الحالي أصبح ضرورة تقتضيها طبيعة العصر اللي احنا عايشين فيه. قال لك ليه؟ قال لك نظرا لارتفاع عدد الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. عدد الناس اللي بتعاني من الاضطرابات النفسية عدد مهول. قال لي ايه؟ بسبب ازدياد ضغوطات الحياة. بسبب ازدياد ضغوط الحياة ومشكلتها التي تركت اثارا سلبية لصحة الانسان النفسية والجسمية. طبعا الاضطرابات النفسية دي زادت شيوعا لدى مين؟ لدى الاطفال والمراهقين. عندنا الاطفال والمراهقين بيبقى عندهم اضطرابات نفسية حتى اصبحت نسبة انتشار هذه النسبة لا تقل عن 20%. يبقى هنا الضغوط النفسية على الاطفال والمراهقين تصل الى نسبة 20%. شوف النسبة عالية ازاي. فضلا عن نسبة الراشدين والكبار. هتلاقي عندك بعد كده الراشدين والكبار عندهم النسبة دي برضها في نسبة ثانية للراشدين والكبار. احنا بنتكلم على نسبة الاطفال والمراهقين البيعان والضغوط النفسية نسبتهم لا تقل عن 20%. ولا يخفى على احد مقدار المعاناة التي تسببها تلك الاضطرابات والاثار السلبية التي تتركها على ابائهم لوظائف الحياة اليومية. فكثيرة جدا هي الاضطرابات النفسية دي وكثير جدا من يعانوا في هذا العصر عصر القلق والاضطرابات يعانوا من ايه؟ من اضطرابات نفسية. فالصحة النفسية جزء مهم وجزء اساسي من صحة الانسان العامة. طبعا زي ما عارفين ان النسبة لا تقل عن 20%. و طبعا دي نسبة عالية جدا. اعتبرت منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية جزءا اساسيا ومتمما للصحة العامة. شفنا منظمة الصحة العالمية قالت ايه؟ ان الصحة النفسية دي جزء اساسي ومتمم للصحة العامة للانسان. وعرفت الصحة بانها حالة من الشعور التام، حالة من الشعور التام بالسعادة والعافية الجسمية والنفسية والاجتماعية. وليس مجرد غياب المرض او انتفاء العجز والضعف. عشان الناس فاكرها ان هو ايه؟ هذا مخه طالب وبدا عنده حالة نفسية. لا يا جماعة، ما هنا انت طالما ما عندكش شعور تام بالسعادة والعافية الجسمية والنفسية والاجتماعية هتلاقي في مشكلة عندك. ما شرطش يكون هي مرض نفسي واضح. لا. ويعد التثقيف في مجال الصحة النفسية امرا مساعدا في الوقاية من الاضطرابات النفسية او في التخلص منها. التثقيف في مجال الصحة النفسية
بيساعدنا ان احنا نحي نقصنا من الاثارات النفسيه او نتخلص منها اذا كان في حد لديه مشكله في الاضطرابات النفسيه. نستكمل بالساعه على بركه الله. الضغوط النفسيه قال لك تعريفها، تعريف الضغوط النفسيه، الضغوط النفسيه تعريفها عرف لورنس الضغوط النفسيه بانها حاله من الانفعالات النفسيه السلبيه. يبقى الضغوط النفسيه دي حاله من الانفعالات النفسيه السلبيه، عشان ذلك سميت بالضغوط النفسيه لانها حاله من الانفعالات النفسيه السيئه. زي ايه؟ زي الغضب او القلق او الاحباط او قله التحمل او الانزعاج، تمام، او تثبيط العزم. قال يعاني منها الفرد نتيجه للاحداث التي تهدد او تتحدى الفرد بجميع فعاليات الحياه، تمام. يبقى هنا بيقول عشان تعرف الضغوط النفسيه دي بتلاقي ان الانسان بيعاني حاله من الانفعالات النفسيه السلبيه الضاره، وتلاقي دايما زي الغضب او القلق، احباط، انزعاج، هتلاقي لكل اي شيء بيهدد حياته او تتحدى الفرد في جميع مواقف الحياه اليوميه. عشان كده سموها ضغوط نفسيه. طبعا الضغوط النفسيه عند الاطفال وحتى يعني معظم الناس ذكي حتى سواء كان كبير او صغير، قال ضغوط الحياه هي خبرات لا يمكن لاي فرد ان يتجنبها. مش قادر يتجنبها بس دي ضغوط، وهي تصيب الكبار والصغار. الضغوط النفسيه دي بتصيب الكبار والصغار على حد سواء. والعديد من علماء النفس يروا ان الاطفال بيعانوا من الضغوط النفسيه اكثر من الكبار. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه الاطفال الصغيرين بيعانوا من الضغوط النفسيه اكثر من الكبار؟ قال لي ده يقلل خبرتهم في مواجهه هذه الضغوط. قال لي لقله خبرتهم، قال لي لقله خبرتهم في مواجهه هذه الضغوط والتغلب عليها. قال لي ومن حسن الحظ ان في قسم كبير من هذه الضغوط يمكن ان تكون دي ضغوط طبيعيه، وممكن الضغوط الطبيعيه دي بتكون ضروريه احيانا للاطفال، بتساعد الضغوط الاطفال احيانا على تنميه المهارات التي يحتاجون اليها للتكيف مع المواقف اللي بتهدد حياه اثناء حياتهم المقبله. كده عشان هو كده لما بيواجه ضغوط بيعرف يتعامل ازاي معاها، بيقدر بعد كده يكتسب منها خبرات ومهارات ان هو ازاي يتعامل مع المواقف اللي بتهدد حياته في المستقبل. ولازم يكون في دعم للوالدين ومساعدتهم للاطفال الذين يواجهون ضغوطا نفسيه. ده قال ايه؟ بيعد امر ضروري للاطفال عشان يقدر يتعلموا كيفيه الاستجابه الجسميه والانفعاليه السليمه لهذه الضغوط. تمام؟ يبقى هنا لازم ناخد بالنا يا جماعه من الجزئيه دي، ان دعم الوالدين والمساعده بتاعتهم من الاطفال هي اللي بيخلي الاطفال دول يقدروا يواجهوا الضغوط النفسيه. وبيخليهم ازاي يتعاملوا ويتعلموا ازاي يستجيبوا ويتفاعلوا مع هذه الضغوط سواء كانت استجابه جسميه او انفعاليه سليمه او انفعالات سليمه بهذه الضغوط. لان في ضغوط حاده ومزمنه لدى الاطفال، قال لي يمكن ان تؤدي الى اثار صحيه سلبيه.
آثار صحية سلبية قصيرة المدى وبعيدة المدى. يعني ممكن الضغوط دي بيسبب آثار صحية على فترة قريبة أو على فترة بعيدة، وممكن تؤدي لتعطيل النمو العقلي، وممكن تصل إلى الأعصاب والجهاز المناعي عند الأطفال، تنتهك حجم الضغوط، حجم الضغوط دي وأثرها على الأطفال. عشان كده يا جماعة بنقول ناخد بالنا إن الضغوط الحادة والمزمنة لدى الأطفال بتؤدي بيهم لأعصاب صحية سلبية، ممكن تكون قصيرة في المدى وممكن تكون أثرها ده بعيدة المدى، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل النمو العقلي، وممكن تصل للأعصاب والجهاز المناعي عند الأطفال. وإضافة إلى ذلك فإن الضغوط عند الأطفال بتؤدي إلى مشكلات في صحتهم النفسية والجسمية، زي إيه؟ جن الاكتئاب واضطرابات الأكل وأمراض القلب والسرطان وأمراض مزمنة أخرى. شفتوا حضراتكم حجم الضغوط وأثارها على الصحة إيه؟ حجم الضغوط اللي إحنا عشان موجود من العيادات دول أولاد صغيرين، إيه اللي بيمثل لهم ضغط؟ لا، لكن الضغوط على الأطفال والمراهقين بتمثل نسبة 20% من المواطنين أو من الإحصائيات. يعني انت بتكون 20% من التقييم كده من الابطال والمراهقين المصابين بضغوط نفسيه بنسبه كبيره. يعني لما تيجي تلاقي ان هنا الاثار السلبيه للضغوط دي سواء كانت نفسيه او جسميه قد ليها اثار مبالغه جدا. لذلك لو احنا خدنا بالنا من كل الكلام الاول اللي قلناه في التربيه النفسيه، لو انا عملت كل الكلام اللي احنا قلناه في التربيه النفسيه هنقي ابنائنا من الضغوط اللي هي جايه بعد كده اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. عشان كده احنا حبينا في سلسله جيل المستقبل ان نتكلم عن الشيء الاول ونديكم الجزء الخاص بالتنشئه السليمه والتربيه النفسيه السليمه، وبعد كده نتكلم عن الضغوط النفسيه اللي احنا بنشوف المآسي بتاعتها وأضرارها كبيرة جدا على الطفل. فأنا لو نشأت طفل تنشأة وربيته وعملت له تربية نفسية سليمة، طبعا ده بيعرف يتعامل مع الضغوط ومع المشاكل بعد كده. إنما الإنسان اللي هو اتخذ التربية النفسية السليمة بتبدأ الضغوط عليه تظهر وتزداد أقصى فأقصى. قال لي إن الضغوط النفسية اللي بتتعدد بالضغوط النفسية تبعا لتعدد مدارس علم النفس. خلي بالكم عشان الجزء ده كله يعني حاجات ومعلومات علمية فيه. تبعا لتعدد مدارس علم النفس وتخصص علماء النفس، يعني على حسب المدارس وتخصصهم بتتعدد الضغوط النفسية. طبعا عندنا احد علماء الشيخ الخطيب 2003 بيشير الى نقي عده انواع على حسب تصنيفه هو. قال لي في ضغوط غير حاده دي بينتج عنها سيئات سهله او بسيطه او ضعيفه، في مجموعه علامات على الضغط واعراضه اللي هي ممكن انا من السهل جدا الاحظها، وفي ضغوط حاده السجانه بتاعتها بتكون شديده القوه لانها ممكن في الحاله دي بتتجاوز قدره الفرد على المواجهه. الضغوط الحاده دي احيانا تتجاوز قدره الفرد دي على المواجهه. وفي ضغوط متاخره، والضغوط المتاخره دي جاي لا تظهر اثارها الا بعد فتره مش بتظهر على طول. يعني عشان كده هم سموها ايه؟ ضغوط متاخره. وفي حاجه اسمها ضغوط بعد الصدمه، ودي بتترك اثرها على المدى البعيد، ودي زي ما بنشوفها في الاطفال
اللي بيتعرضوا لبعض اللي كان عملية خطف أو عملية التحرش أو أي شيء من الأشياء دي، دي بعد صدمة الشيء مثلا أو بعد حادث معين بتترك أثرها على المدى البعيد. يعني هنا هنتكلم دلوقتي على جزئية تاني اسمها مظاهر الضغوط النفسية. طبعا حضرتك عشان تعرف ايه المظاهر الضغوط النفسية اللي بتجي على الطفل، اللي بتظهر اعراض كتيرة على الطفل اللي بيعاني من الضغوط النفسية. الطفل اللي بيعاني من الضغوط النفسية ايه الحاجات اللي بتظهر عليه؟ قال لي في اضطرابات نفسية هتظهر عليه. زي ايه؟ زي بتيجي عنده الخوف والقلق والاكتئاب والفزع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشعور بالنقص والغيرة والحقد والخجل والاستغراق في أحلام اليقظة والشعور بالذنب والخوف من المكاسب. يبقى أنا دلوقتي لو في عندي طفل بيعاني من الضغوط النفسية، ده اللي ممكن يظهر عليه بعض الاضطرابات النفسية. تلاقي دائما بيظهر عليه الخوف من أي شيء. الخوف من أي شيء. تلاقي عنده قلق. دائما مكتئب. والفزع. دائما عنده شعور بالنقص. وإنه هو أقل من الآخرين. عنده جزئية الغيرة. دائما بيغير من الآخرين. ليه؟ ان هو عنده شعور بالنقص ان هو اقل منهم، فهو بيغير منهم وبيحقد عليهم. فتلاقي ممكن عنده الخجل. خجل ممكن تلاقيه دايما هو وقاعد كده وهو صاحي بيحب يعيش في الاحلام. ممكن تلاقيه دايما عنده احساس بالذنب. بتلاقيه دايما يخاف من في المدرسه. يبقى عنده خوف من المدرسة. دي الاضطرابات النفسية. طيب ايه تاني بيظهر عليه؟ او ممكن يظهر تاني، يعني نحن ناخد بالنا يا جماعة ان هو ممكن تظهر على هذا الطفل اللي عنده ضغوط نفسية، هيظهر عنده ممكن اضطرابات نفسية زي اللي قلناها دي. او ممكن يظهر عنده اضطرابات جسمية، اضطرابات جسمية. الاضطرابات الجسمية زي ايه؟ يعني زي فقدان الشهية. فقدان الشهية. ايه فقدان الشهية ده؟ اللي دايما هو مش عارف مش ما بياكلش يعني طبيعي، اكل غير الاكل بتاعه اقل من الطبيعي بتاعه. فكان عنده اضطرابات معوية، كل شوية يشكي لك من اضطرابات في البطن هنا واضطرابات عنده اضطرابات معوية. ممكن تلاقي عنده اضطرابات في الإخراج. وتلاقي عنده تبول لا إرادي. بس خلي بالكم احيانا في بيبقى عند في بعض الاولاد بيبقى عندها التبول لا ارادي، بيبقى بسبب مرض عضوي. تمام؟ اذا كان ضيق في الحالة او اي شيء من هذا القبيل، انما بيبقى فيها اسباب اخرى يعني. بس هنا لازم ناخد بالنا هنا ونراجع الطبيب في جزء زي كده. اضطرابات الحواس واضطرابات الوظائف الحركيه واضطرابات الكلام مثل تأخر الكلام والتلعثم والسأسة، دايما هنلاقيه مصاب بالنزاعات العصبية. ده ايه؟ عمال دايما ياكل في رواقه او يمص في صوابعه او عنده لزمات حركية، او قاعد دايما مش بيخلي رجليه ثابتة او ايديه ثابتة او هو ماشي، دايما تلاقي عنده لزمات حركية. يبقى المظاهر الضغوط النفسية ممكن يظهر فيها عنده بعض الاضطرابات النفسية أو الاضطرابات الجسمية. طيب في حاجة تانية اسمها اضطرابات النوم المختلفة. اضطرابات النوم المختلفة. وقال لي ده زي المشي أثناء النوم أو البكاء قبل النوم أو أثناء النوم. بس خلي بالنا برضه إن إحنا عشان أحيانا في ناس بتاخد الكلام ده، هو ممكن هنا ده بتلاقي احيانا الطفل في يوم بيبقى مريض ممكن يكون كده
او محتاج حاجه، انما الثاني المريض او عنده حاجه نفسيه دائما تلاقيه يعني شغال على طول كده عمال على رمضان مص الاصابع اثناء النوم وهو نايم، تلاقيه كده بقى بيضعف او بيمص الاصابع بتاعته، كسرة النوم عظيمة كتير، تلاقيه يقوم بالليل عنده أحلام مزعجة وعنده مخاوف ليلية، ده هو نايم يقرض أسنانه وتلاقيه تسمع صوت الأسنان كده بتزيد كده أثناء النوم، كلها اضطرابات النوم، دي برضه من مظاهر الضغوط النفسية. اللي بتلاحظ برضه انحرافات سلوكية، إيه زي إيه الانحرافات السلوكية دي؟ قال تلاقي عنده ابتذال، سرقة، انحرافات والانحرافات الجنسية، كلها من مظاهر الضغوط النفسية. فبالتالي ثاني قال لي برضه من مظاهر الضغوط النفسية هتلاقي عنده التأخر الدراسي، تأخر إيه؟ الدراسي. وقال لي ده من أهم آثار الضغوط النفسية على الطفل، وقد يكون تأخر دراسي عام في كل المواد، أو قد يكون التأخر الدراسي ده خاص في مادة دراسية معينة. أحبتنا الكرام، يا ترى احنا دلوقتي اتكلمنا على مظاهر الضغوط النفسية، على مظاهر الضغوط النفسية، ممكن حضراتكم كده كل واحد كده يفتكر لي احد المظاهر اللي احنا اتكلمنا عنها؟ ذكرنا احنا اتكلمنا ان هناك عدة مظاهر للضغوط النفسية، تمام؟ انا بسأل حضراتكم يا ترى ايه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في مظاهر الضغوط النفسيه؟ اتكلمنا عن ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا استاذه هبه، الدكتوره نجوى، الاستاذ مصعب، الاستاذ حسن، الاستاذه مها، الاستاذه ساره، الاستاذ عبد الصمد، الاستاذ علاء، الاستاذ محمد، الاستاذه هبه. يعني احنا بنذكر الاسماء عشان الناس اللي معانا ياخدوا بالهم معانا. انا بسال سؤال حاليا، بقول احنا اتكلمنا على مظاهر الاضطرابات النفسيه، او قلنا على مظاهر الضغوط النفسيه، مظاهر الضغوط النفسيه وذكرنا منها بعض المظاهر، تمام؟ طيب اللي معلش كل واحد مثلا يقدر معانا من حضراتكم كده يقول لي مثلا والله مظهر من مظاهر الضغوط النفسيه، عشان احس ان احنا كده بنستفاد من بعض في تبادل الخبرات، ونحن حضرنا مجلس علم عشان نستفيد منه. يا ترى ايه هي؟ زي ايه يعني مظاهر الضغوط النفسيه؟ طيب انا هرجع في الشريحه ثاني واقولهم ثاني، معلش برضه اتمنى من الاخوه ان احنا يكون هدفنا. استاذ حنان جابر بتقول القلق، تمام؟ طب القلق ده تبع اي مظهر من مظاهر الضغوط؟ عشان احنا قسمناهم الاقسام، نرجع تاني ونشوفها مع بعض عشان الاخوه والزملاء اللي قاعدين معانا في القاعه. ان شاء الله يا استاذ هبه حتى الشيء الذي يفوتك، طبعا في تسجيل للقاء بيتم بعد اللقاء، بعد نهايه اللقاء تقريبا بساعه او بساعتين هتلاقيه ان شاء الله موجود. اي دائما في المحاضره باذن الله بيبقى بعد ساعه او ساعتين التسجيل بتاعها متاح للجميع. مظاهر الضغوط النفسيه يا جماعه احنا قسمناها تقريبا لاربع اقسام. قلنا أول قسم منها الاضطرابات النفسية، قلنا الاضطرابات النفسية والاضطرابات النفسية والاضطرابات الجسمية واضطرابات النوم، تمام؟ ده اللي احنا اللي قسمناهم. لما اتكلمنا على الاضطرابات النفسية قلنا منها الخوف والقلق والاكتئاب والفزع والشعور بالنقص والغيرة والحقد والخجل والاستغراق في أحلام اليقظة والشعور بالذنب والخوف من المدرسة، دي كلها بسميها الاضطرابات النفسيه. طيب الاضطرابات الجسميه قال لي زي فقدان الشهيه، الاضطرابات المعويه، اضطرابات الاخراج، التبول اللا ارادي، اضطرابات الحواس، اضطرابات الوظائف الحركيه، اضطرابات الكلام زي تاخر الكلام، التلعثم، السعسعه،
اصابته بالنزعات العصبيه تبقى دايما في ارتباط عصبي، قد من الاظافر مستقبل من الاظافر مص الاصبع الازمات الحركيه. طبعا كده اتكلمنا على المظاهر الضغوط النفسيه الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الجسميه واضطرابات النوم، وقلنا زي المشي اثناء النوم، البكاء قبل النوم او اثناء النوم، مص الاصابع اثناء النوم، كثره النوم، احلام مزعجه، مخاوف الليليه، فرض الاسنان وهو نايم، واتكلمنا على ممكن يكون عنده انحرافات سلوكيه زي الكذب او السرقه والانحرافات الجنسيه، التاخر الدراسي، وده قلنا من اهم اثار الضغوط النفسيه. يبقى كده احبتنا الكرام، لو احنا سالنا السؤال الثاني الان، تمام؟ لو احنا سالنا سؤال مره اخرى ثاني، ايه هي مظاهر الضغوط النفسيه؟ ازاي حضرتك او حضرتك تعرفي ان الابن او البنت لا قدر الله بيعاني من ضغوط نفسيه؟ تعرفوها ازاي دلوقتي؟ احنا قلناها وعدناها مره اخرى. يا ترى ازاي اعرف انا هذا الابن او هذه البنت، او حتى لو انا في مدرسه اعرف ان الابن ده هل هو بيعاني من ضغوط نفسيه داخل اسرتي ولا لا؟ اذا كنت انا معلم شغال في التربيه بتاعتي. احبتنا الكرام، الحكايه النهارده كده كسلانين. استاذ حنان جابر يقول ظهور اعراض لها ابعاد نفسيه مثل القلق، تمام، الشرود الذهني، استاذه هبه جميل. ايه تاني؟ الانطوائية، تمام. نجمتين طبعا الأستاذة حنان والأستاذة هبة، تمام طبعا، والنجمة الثالثة اللي هنا لأختنا جميل. الأستاذ مصعب بيقول الخجل الزائد جميل. الأستاذ محمد بيقول الاضطرابات النفسية مثل الخوف والقلق والاكتئاب والفزع والشعور بالنقص والخوف، تمام، قالهم كلهم ما شاء الله. كويس مستر محمد، رائع، نجمة حضرتك جميل. يا جماعه احنا هنا ساعتها بنشوف ليه بنتكلم في المظاهر دي؟ عشان انا لو لا قدر الله تعرفت على طفل اللي عندي سواء كان في العمل في المدرسه او في افراد الاسره لازم اتاكد. هنا طبعا الخوف وعدم التركيز والقلق، تمام، الاستاذه الامير والاستاذه حنان جابر، شكرا لحضراتكم، تمام جميل. ليه احنا بنذكر المظاهر دي؟ عشان من خلال هذه المظاهر انا بقدر اتوصل، اما انا مش عارف انا ايه جواه، بس انا من خلال المظاهر اللي بتظهر على الطفل ده بقدر احدد هل هو بيعاني من ضغوط نفسيه ولا لا. لذلك الضغوط النفسيه احنا قسمناها لاضطرابات نفسيه واضطرابات جسميه واضطرابات النوم واضطرابات سلوكيه وتأخر دراسي، وكل واحدة فيهم ايه؟ فيها الحاجات الخاصة بيها، واتكلمنا عنها مع بعض مرة واثنين، وانتم ما شاء الله أضفتوا حاجات كثيرة جدا جدا. طيب ايه مصادرها الضغوط دي؟ مصادر الضغوط النفسية، هنرجع ورا ثاني. يلا، يا ترى مين اللي بيبقى سبب إن الطفل ده بيعاني من الضغوط النفسية؟ الأهل ممكن، بعض من أحد مصادر الضغوط. إيه تاني؟ المدرسة، تمام، البيت، محمد أستاذ ماهر، المدرسة طبعا فعلا. ليه؟ لأن هنا سوء المعاملة، تمام،
الأقران، الأصدقاء، جميل، الأصحاب، جميل. الدهور مصادرها كثيرة، تلفزيون، الأستاذ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصدمات بتمثل بقى ضغوط، جميل. طبعا هنا الصورة الدينية السيئة، المدرسة، البيت، والأصحاب، والمجتمع. أنتم جميعا رائعون. نشوف كده مع بعض. قال لي من مصادر الضغوط اللي عند الأطفال، أول حاجة فيهم اللي ممكن المدرسة. المدرسة دي ممكن تمثل الضغط على الطفل. يمكن أن يتولد الضغط عند الأطفال في المدرسة بسبب أن الفصول بتكون غير منظمة. يعني من الفصول غير منظمة. يعني احيانا تلاقي في بعض المدارس، تلاقي في بعض المدارس كده يعني المكان فصل ضيق، وعدد الطلبه في 50 60 70، والمكان يعني لا يسمح بتعلم فيه. في نفس الوقت بتلاقي ان في بعض الطلبه والاطفال بيتكلم في يعني سوء مثلا تصرفات سلوكيات مع اصدقائهم، وفي ناس منهم بتلاقي يعني عرضه لهذه الاحتكاكات. ده بتمثل عليهم ضغط برضه من التوقعات غير الواضحه وغير المعقوله. طبعا ايه المناهج والكتب والمدرسين كله بيمثل عليهم ضغط. ممكن الطفل خايف من عدم النجاح، بيمثل عليه ضغط. والاسره احيانا بسبب المدرسه بتمثل عليه ضغط، انك انت لازم تنجح وانت لازم تطلع ولازم مش عارف ايه، بيمثلوا عليه ضغط. فهنا المدرسه سواء كانت ابنية او معلمين او الطلبه في المدرسه او المناهج او حتى استراتيجيات التدريس او طرق التعامل معهم، كلها دي بتمثل ضغط على الاطفال. ليه؟ لان هنا ممكن المعلم نفسه مع طريقه المستخدمه معاهم وطريقه التعامل معاهم هي اللي بتمثل ضغط على الطفل نفسه، فمخليها لا عارف يذاكر ولا عارف يشوف الاستاذ عاوز ايه. تمام؟ عشان كده الطالب برضه توقعات الاهل زايده من وطلباتهم زايده من الطالب برضه يا استاذ محمد، بتكون عبء عليه وبتمثل عليه ضغط. عشان كده موجود احنا لما بنكون في فتره المدرسه بالذات بتزيد الضغوط على الاولاد. ليه؟ لان هو لو طلع ياكل، طلع يشرب، طلع يتحرك، لا ذاكر، لا مش عارف ايه، كذا، طبعا ايه؟ غير الضغوط اللي داخل المدرسة، وغير الضغوط خوفه هو نفسه من ان هو ما ينجحش او ما لا ينجح، لا ما يجيبش مجموع كبير. يعني ده كله بيمثل عليه ضغط. طب في البيت قال لي ممكن في البيت يحدث بسبب نتيجة ايه؟ الأعراض الحادة والمزمنة ممكن تكون عند أحد أفراد الأسرة. لو كان في حد من أفراد الأسرة عنده مرض مزمن، ده بيمثل عليه ضغط. ليه؟ لأن هو خايف على الاب او على الاهل او على كذا ان هو يحدث له حاله وفاه او اي شيء ما شابه ذلك. ممكن سوء التغذيه، سوء التغذيه، نظام الاكل يعني، نظام الاكل ده هو المفترض ان هو يكون غذاء متنوع متكامل. ممكن تغير وضع الاسره، كانت اسره غنيه واصبحت فقيره. يعني ممكن أسرة تحولت من مكان لمكان. طب الطفل أحيانا المكان الجديد اللي راح فيه ده
مش قادر يتكيف فيه مع الطلبة اللي هناك أو مع الناس اللي فيه، بدأ بيمثل عليه ضغط أو المشكلة الاقتصادية، النزاع الأسري. دايما المشاكل الأسرية برضه بتديها دورها وأثرها. التوقعات غير الواضحة أو غير المعقولة دايما اللي هي إيه بتبقى من الآباء للأبناء، دي برضه بتمثل عليهم إيه ضغط. المنظر الثالث زي ما ذكرت حضراتكم مع الأصحاب، العلاقات مع الرفاق مع الأصدقاء، اللي ممكن يحدث هذا الضغط نتيجة تغيير المدرسة أو الطلبة دايما بتتعرف على بعضها، في شجار مستمر كل شوية، في شجار مع الرفاق في المدرسة، ده برضه بيمثل عليه ضغط. يبقى هنا عندنا مصادر الضغوط، المدرسة والبيت والأصدقاء أو الرفاق. مرحلة الطفولة دي أستاذ الأمير ساعات الدراسة مثل عندما الدراسة من 8 صباحا حتى 4 بعد الظهر فعلا، يعني عشان كده احنا هنا في يوم الدراسة الطويل ده برضه ممكن مع بعض الطلبة نفسها، إلا إذا كان طبعا الجملة دي بأنشطة ومليء بحاجات كويسة ممتعة تخلي التعليم ده ممتع، مش تعليم تقليدي بيمثل ضغط على العين. في مرحلة الطفولة قال لي مصادر الضغوط النفسية عند الأطفال ممكن العلاقة السيئة بين الوالدين أو التفرق الأسري. مفيش أنشطة، ما دي المشكلة برضه، لازم يكون في أنشطة يا جماعة عشان تقدر الأنشطة دي بتخلي الطالب يجدد حيويته ونشاطه يقدر يكمل اليوم بقوة. بيقول لي هنا خلي بالك إن العلاقات السيئة بين الوالدين والتفرق الأسري بيمثل من أهم مصادر الضغوط النفسية على الأطفال. الخلافات الوالديه كل شويه مع بعض وعدم استقرار الجو الاسري او الطلاق او وفاه احد الوالدين او تفضيل الوالدين واحد طفل على الاخر، يعني دايما هنا لما يكون في مشكله فيه ان هم لا ده عشان اخوك عيان، هو ما عرفش ان اخوه عيان، هو عارف ان ده اخوه زيه زيه، هنا عاوز الحنان مثل اخيه. انتقال من مكان السكن للاطفال يغير الأقران والرفاق، وده طبعا فاهم احنا لا استاذ محمد ده بيمثل عليه ضغط برضه، ان هو الناس اللي كان غريان عليها وكان اصحابه ورفاقه اتغير مكانه، عشان كده اصبحت عليه المكان اللي غير منه بيكون مشكله. برضه بسبب قصه المناهج والواجبات دي احنا اتكلمنا عليها استاذ جماعه في دور في المدرسه. طبعا هنا مرحله الطفوله من مصادر الضغوط النفسيه كل الحياة خاصة بالأسرة الأول. ممكن هنا بتلاقي الأب أو الأم بيفضل ابن على البنت أو ابن على ابن، يعني ده بيبقى لها برضه ضغوط نفسية. أو إهمال الطفل أحيانا أو رفضه أو نبذه أو عدم إشباع حاجاته. كل ده بيمثل عليه ضغوط نفسية. أو النقص في رعايته. وأسلوب الرعاية اللي بيبقى فيها العنف والضرب، ممكن برضه الفقر وضيق المسكن، كل ده بتمثل عليه ضغوط نفسيه. وقد تشكل المدرسه في بعض الاحيان مصدرا للضغوط النفسيه على الطفل من المناهج او اساليب التعامل مع الطفل وغير ذلك، يعني تعامل مع الطفل سواء كان من معلم او كان من زملائه في المدرسه. تمام، كل مرة بيغير الأصحاب والرفاق ولقوا مثال تعود عليهم. تمام، طبعا واضح ان النت عند حضراتكم ضعيف عشان كده الناس بتخرج يدخل تاني كتير، يعني
قال لي هنتابع مع بعض برضه مصادر الضغوط النفسيه. احنا زي ما قلنا ان هي دي علماء وكتار وكل واحد بيدرس كل مصادر الضغوط دي من ناحيه هو. طب هنا هنشوف ضغطي ايه بيرى ايه مصادر الضغوط دي. مصادر الضغوط كثيره جدا يا استاذ محمد فعلا. كل ما يؤثر على نفسيه وحاجات الطفل بيولد ضغوط. خلي بالك احنا لو احنا لو ركزنا على الجزئين الاولين اللي احنا اتكلمنا فيهم على التربيه النفسيه تمام وعلى حاجات الطفل النفسيه والاجتماعيه وحاولنا يعني بقدر الامكان ان احنا الجزء الاولاني ده نفعله هنلاقي ان شاء الله ليس هناك مصادر للضغوط على الطفل. لكن ان احنا لما بنلاقي نقارن الاطفال ببعضها او عدم عداله بين الابناء عدم كذا عدم كذا ده بيتولد الضغوط بعد كده على الاطفال. هنشوف هنا العالم كريج ايه بيقول. هنا كريج يرى ان الاضطهاد النفسي الله ده دي حاجه جديده عندنا دلوقتي اللي ظهر جديد عندنا دلوقتي الاضطهاد النفسي. ده واحد بيجتهد نفسه قال لي ده هو اشد مصادر الضغط النفسي لدى الاطفال وده بيتضمن الاضطهاد النفسي على الانماط السته التاليه في الكلام انا الاضطهاد النفسي دي هو هنا بس شايف ان في اضطهاد نفسي دي. طب ليه؟ قال لي احيانا بيبقى فيها حته الرفض اولا الرفض وده بيتضمن رفضا لمطالب الطفل وحاجاته بطريقه خاصه. يعني ايه؟ بيجي الطفل يقول عاوز اي شيء اي طلب بيلاقي رد الاب او رد الام عليه يعني في قساوه او في شده. عشان كده ده لما بيجابل بالرفض هو بيحس كده ان هو مضطهد. ليه؟ يعني احنا قلنا يا جماعه لو انت حضرتك عندك يعني معلش هترفض لهذا الطرف يا ريت تكلمه بالراحه بطريقه فيها حوار وفيها فيها ود وفيها حنان وتعرفه السبب رفض الطرف ايه. لكن الرفض وفيه بطريقه فيها غلظه وفيها خشونة في الكلام وفي كل شيء ده هو الشيء بيوصل للطفل ان هو مرفوض او مضطهد. طب ايه تاني؟ اللي هو بيوصلني للاتحاد النفسي قال ايذاء المشاعر واهمالها. ايذاء المشاعر واهمالها وده يتمثل في سلوك ايه؟ البرود وعدم الاهتمام واهمال التواصل. إزاء المشاعر واهمالها انك انت يعني بتهمل اي شيء حاسس بيه ولو هو بيتكلم معاك في اي شيء يعني يخص كده تحس انه بيتكلم فيه من قلبه او من مشاعره ممكن انت من رد فعلك بيوصله انك انت مش مهتم بيه وانك انت مش عاوز تتكلم معاه وان مشاعره دي على الاقل ما لهاش عادة على الاسباب. عشان كده هو بيبقى عنده ازاء المشاعر. لا نعطيه اي اهتمام. عشان كده في بعض الاباء يعني ايه ممكن هنا الابن في حاجه كده عايز يتكلم فيها يقول مش مديه اي اهتمام. ولا يتواصل معاه ولا يتكلم معاه. الحاجه الثالثه الاذلال. يعني ايه الاذلال؟ قال لي اتحط من قدره اتحط من قدره اتجنن من مكانته او من اي حاجه هو بيعملها. ياخد بالنا يا جماعه عشان ما ننجحش في الاخطاء دي لان الحاجات دي بتوصل الطفل ان هو كده انت مضطهده. لما تجي يطلب منك حاجه وتطلب عليه بطريقه فيها غلظه وفيها يعني ما فيهاش اتيكيتش الكلام زي ما انا قلت بلدي او ما كنتش فيها سياسه الرد كنت سبب انك انت وصلت لاضطهاد نفسي. لكن الاطفال اليوم مظاهرهم ما تخلص حتى الاشياء التافهه
عشان كده احنا هنا يا استاذ جاسم يعني هو بيقول لك طلبات كثيره، تمام؟ في طلبات حضرتك انت بتبقي عليها، ان الطلبات دي ممكن من ناحيه التربويه او من ناحيه ان هي انت شفتيها هتفيد الطفل، فانت لازم تطلع عليها. وفي طلبات يعني بتبقى احيانا طلبات دي يعني ملهاش عازه، احنا بنقول عليها زي ايه؟ زي الواحد كده بيجيب له حاجه ترفيهيه زياده في البيت مش عايزها، لكن لما كنا بنطلب في حاجات اساسيه عنده في البيت لازم اجيبها. برضه بالنسبه زي كده للطفل، الطفل عنده بيقول اضطرابات كثيره، في طلبات انت بتشوفيها ان هي الطلبات دي يعني ملهاش جدوى او ملهاش قيمه بالنسبه ليه هو وسنه والمرحله العمريه بتاعته. لذلك لازم في اللحظه دي حضرتك تعوضيه ازاي يعني ان في حاجات افترض ان انا في السن بتاعي دي لا تناسب هذا السن، تمام؟ او ممكن برضه توصلي ان احنا في طلبات والله انا الظروف دلوقتي كذا او دلوقتي كذا، بس لازم اوضح الاسباب. يعني ما ينفعش اني ارفض الطلب بطريقه فيها قسوه او فيها غلظه. هنتكلم عليها استاذ حنان اللي معالجه الضغوط دي، هنتكلم عليها ان شاء الله قبل ما نخلص المحاضره. بس احنا لازم ناخد بالنا عشان ما نمثلش الضغوط على ابنائنا، او ما يجي طالب حاجه تبدا عليه بالقسوه، لا. او احنا هو بيكلمنا ان احنا نهمله او ما نبقاش فيه اهتمام بالكلام اللي بيقوله، وممكن هو بيتكلم على حاجه ونشوح له بالنا او نسيبه يمشي، او نحط من قطره اثناء الكلام، او نزله قدام الاخرين، او نصفه دائما بالغباء، او نقارنه بالاخرين باي شيء اخر. عشان كده بنقول نبعد عن الاشياء دي، لانها هي بتوصل الطفل ان هو لدرجه الاضطهاد النفسي. لا يا استاذ حنان، احنا ما قلناش نرجع للطبيب النفسي. الطبيب النفسي هنا في حالات لما تصل الحاله للدرجه القصوى. يعني احيانا بتعرض احد الاطفال لحادث مروع او صدمه شديده، اثارها النفسي حضرتك مش قادره تتعاملي معاه انت او الاب او المحيطين بيه، فبالتالي في الحاله دي اللي احنا بنعرضه على طبيب نفسي. لكن احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي ليه؟ احنا بنتعرف عرفنا ايه هي الضغوط النفسيه، وعرفنا ايه مظاهرها، عرفت انا اقدر من خلال الكلام اللي احنا اتكلمناه اكتشف برؤيتي للمظاهر دي هل هو فعلا بيعاني ولا لا من خلال الكلام اللي احنا شفناه، تمام؟ وهنعرف مع بعض الحاجات اللي هنعملها مع الطفل عشان نعالج هذه الجزئيات. لكن امتى نرجع للطبيب؟ دي طبعا لما يكون الحالة وصلت حالة متفقة، مش هقدر أتعامل فوق قدراتي أنا. ريما تعود. أستاذ صالح، هنا في حالة جديد طبيب النفسي نلجأ إليه عندما نجد إن الحالة اللي إحنا حاولنا معها بكل السبل إن إحنا نعالجها، لكن الصدمة الشديدة التي تعرض لها الطفل هي التي جعلته مش قادر يتوافق نفسيا مرة أخرى. لذلك بنلجأ للطبيب النفسي اللي هو عن طريق الجلسات، عن طريق العلاج الذي يقوم به، وهو بيرجع بعد كده بعد فترة يعني يخف إن شاء الله الطفل. عشان كده حتى أقول لك إن المريض النفسي ده بياخد وقت طويل في العلاج. المريض إحنا مش عارفين نوصله لحد المرض، إحنا بنتكلم من دلوقتي بنعمل نظام توعية عشان نعمل بيه مستقبل صح. ناخد بالنا لو انت ظهرت احد مظاهر الضغوط دي، خلي بالك بسرعه والحق ابنك او بنتك قبل ما تجيب الاعراض. طيب يبقى هنا ناخد بالنا من حته الرفض او ازاء المشاعر او الاذلال او الحظ من القدر بتاعت الطفل نفسه. الحجر الرابعه في مصادر الضغوط
الإرهاب. يعني إيه الإرهاب ده؟ قال لي إجبار الطفل على مشاهدة العنف الذي يمارس ضد الآخرين. ليه؟ يقول لك أنا عاوزه أصلاً يطلع قلبه قوي، قلبه قاسي، أنا عاوزه يطلع راجل. لما أنت بتعلمه حاجات من هو صغير سنه مش هيقدر الحاجات دي أو المناظر اللي فيها القتل أو الخوف أو كذا، دي أنت بتعلمه مشاعر العنف دي، دي بتمثله الخوف وتمثله الاضطهاد برضه. وممكن حضرتك كده انت لو احيانا بعض الاباء يعمل ايه؟ يجيب اخواته اللي هيعاقب احد الابناء، يجيب الواد اللي هيتعاقب ويضربه قدام اخواته ضرب واقع، يخلي اخواته اللي شايفينه عشان ايه؟ عشان ما يغلطوش تاني زي اخوهم. فهو بيربي عندهم حته الارهاب ده في جواهم، الرهبه منه والخوف منه. وشوف العنف قدامهم بقي من اللي بيعملوا الحرب مع اخواته مع اخوهم، فدي كلها اخطاء يا جماعه. مفيش حاجه اسمها عشان يربيه يعني، لا هو يربيه يدمره نفسيا لحق يمه ولحق اخواته، ما ينفعش. هنا لا تجبر الطفل على ان هو يشاهد مشاهد العنف، ده احنا لو يحدث في مشهد في عنف بقول للاولاد مثلا ايه يحب يكون حدث كده او كذا، لا ما تخش شوف الاطفال شوفوا مشاهد العنف. تمام؟ عشان كده يا جماعه في مشاهد العنف دي بتزعل. يعني حتى لو جيت الابن بيشاهد مشاهد عنف وهو سنه صغير لا تسمح له بذلك، حاول حاول انك انت ايه يعني ايه تغير من على القناه، بحيث ان هو ممكن يشاهد مشاهد عنف وبعد كده تلاقيه متاثر بها في وهو نايم، ممكن يحلم بيها. دي نقطه صغيره، وبتهيأ ان الحاجات اللي شافها في المعاصي تحدث معاه بالليل. طيب الحاجه الخامسه قال لي العزل. العزل ده انك لا تسمح للطفل باللعب مع اخرانه. في بعض الاسر بتعمل كده، خايفه على ابنها او هو الابن الوحيد على 7 بنات مثلا، مش عاوزاه يطلع في الشارع، مش عاوزاه يلعب مع حد، مش عاوزاه مش عارف ايه، بتعمله حته عدم السماح له باللعب مع اخرانه. ممكن تقفل عليه الحجره او حرمانه من الاشياء اللي بيحبها. ده كله بيخش طبعا تبع كلمة العزل. يعني كده كلمة العزل هي معناها ان انا خليت الطفل لحاله. يدخل ضمن الحماية الزايدة؟ لا يا استاذة. هي الحماية الزايدة انك انت بتبقي خايفة عليه من مصادر اخرى، انما هنا انت لا عاوزاه يلعب مع حد ولا بتحرمي من الحاجات اللي بيحبها، ده مش حماية زايدة. ده انت هنا عملتيه عن الاخرين. العزل هو السبب، يسبب الخوف طبعا، سبب الخوف. لا احيانا بكون العزل هنا في بعض الاسر مش بسبب الخوف عليه، احيانا بيبقى عزل وحتى لو بالخوف على فكره، يعني سواء بالخوف او عدم الخوف، العزل ليس في مصلحه الطفل. ليه؟ ان هو ما تعودش يكون له اصدقاء، ما تعودش ان هو يحتكي بالاخرين، تعود دايما على الحرمان من الحاجات اللي بيحبها، تعود دايما ان هو قاعد في مكان مغلق عليه، هيطلع انسان انطوائي خجول، هيطلع انسان شخصيته ضعيفه، مليان عقد نفسيه وامراض نفسيه. لا يا جماعه ما تقولش انا والله بسبب الخوف عليه، لا انا بسبب الخوف عليه انا بسيبه يحاول، واعرفه ايه المخاطر اللي ممكن يا حبيبي انت ورايح الشارع، انت ورايح المدرسه، وقبل ما تعدي الشارع بص على يمينك وبص على شمالك قبل ما تعدي عشان تتاكد ان مفيش عربيات عشان تعدي تروح مدرستك. يبقى كده انا خايف عليه، بس مش خوفي او ارسل له الابن اخليه يبقى مرعوب وخايف من كل حاجه لا خوفي عليه بس برشده. يبقى هو كده خلاص اتعود
وقبل يدخل قبل يعدي الشارع عشان يخش باب المدرسه، يبص على يمينه وينظر على اليمين وينظر على الشمال، وبعد كده عندما يتاكد من الشارع يعدي يعبر الشارع عشان ما يطلعش بعد كده ضعيف اجتماعيا لو انا قفلت عليه الحجره وحرمته من الاصدقاء وحرمته من اللعب معاهم وكل شيء. ده برضه بيسبب لي ان هو بيطلع داخل ضعيف اجتماعيا. طبعا ده في العلاج، في العلاج لازم اتقرب من الطفل واعمل له ازاله اسباب الخوف. الاستغلال بعض المصادر الضغوط النفسيه عند الاطفال زي ما بيراها العالم فريج، الاستغلال وقال ده بيتمثل في الحصول على فوائد من خلال استغلال ضعف الطفل. والاستغلال ده يا جماعه حضرتك مش كل سهل، هذا سهل ده بالنسبه لي مش كتير عندنا ظاهره كده منتشره. في ظاهره منتشره كده في استغلال الاطفال. أقولكم أنا عليها. تلاقي هنا أحيانا في بعض الآباء والأمهات يستغل الطفل إن هو يبدأ يستدر عطف الآخرين إن هو معها إذا كان ابن معاه بتشحت فيه أو معها ابن مش عارف إيه، فهي بتعمل استغلال للطفل عشان تقدر تحصل على فائدة. من خلال استغلال ضعف الطفل نفسه، ان هو الطفل نفسه مش هيقدر يقول لها ايوه ولا لا. وبنشوف المشاهد كتير لبعض الامهات او الاباء يستغل الطفل الضعيف ده ان هو ممكن يمر به، يستدر عطف الاخرين، يشحت به، فده كله بيمس عليه ضغوط نفسيه ان هو مش عاوز يظهر بهذه الصوره. لكن في بعض الامهات بتعمل هذا الجزء عشان من اجل الاستغلال المادي. هنتكلم على اعراض، احنا بس هنجيب ربنا بعض عشان احنا المره اللي فاتت كلمناها على مظاهر وضغط نفسي وقلناها اللي سواء كانت ضغوط نفسيه او جسميه او كذا، احنا هنجيبها هنا في هذه النقاط عشان إذا زين حضراتكم فاكرينها. إن من أعراض الضغط النفسي أول حاجة سرعة الغضب، تلاقي الطفل سريع الغضب أو التغير السريع في الانفعالات. أستاذ زهير بيقول أطفال الشوارع، طبعا ممكن يحدث مع اطفال الشوارع الناس اللي بتلم عليهم بيستغلهم، واحيانا في بعض الامهات والاباء بيستغلوا ابنائهم نفسهم، يعني اللي هو بيحب ان هو يستغل الناس الاخرين ماديا، فبيجي دايما بيستغل ابنه عشان يضر به عائد على عليها كاسرته. ممكن يتعرضون للاستغلال الجنسي، صح؟ كثير جدا الضغوط اللي بيواجهوها. طيب يبقى هنا من اعراض الضغط النفسي سرعه الغضب او التغير السريع في الانفعالات، تبقى سرعه انفعالاته بتتغير. ممكن كان بيضحك يلعب بضغط ثواني تلقاه جلد وصراخ وصوت عالي. تلاقيه سريع الغضب، هتلاقي عنده صعوبات في النوم، عنده صفات وهو نايم كده او كوابيس، تلاقي عنده عدم القدره على التركيز، ما بيقدرش يركز في حاجه، يعني تقول له على حاله ويجيب حاجه تاني، او تلاقي عنده مش مركز خالص. التراجع في التحصيل الدراسي، مستواه بيقل في الهابط على الرجال، تلاقي ممكن عنده صداع او الام المعده. ممكن تلاقي عنده دايما المحاور اللي هي بتبقى ايه بدون اسباب او ازدياد القلق. تختلف ردات الفعل على حسب الفئه العمريه طبعا،
فعلا يا استاذ محمد، النفوس الى مستويات نمو مبكر، العزله وعدم المشاركه في النشاطات الاسريه او الابتعاد عن الرفاق، كلها اعراض الضغط النفسي. طيب يا ترى ازاي نساعد الاطفال على خفض مستويات الضغط النفسي لديهم؟ خلاص كده احنا وصلنا، طيب احنا عاوزين نمثل، بنعمل ايه؟ اذا كان هي الضغوط النفسيه تتمثل نسبه كبيره جدا واعراضها وليها اثار ضاره جدا جدا على الاطفال، يا ترى نعمل ايه احنا طيب عشان نخفض مستويات الضغط النفسي على الاطفال؟ الرائعون والرائعات، كيف نساعد الأطفال على حفظ مستويات الضغط النفسي؟ إزالة الأسباب، فعلا يا أستاذ هنا لازم نشوف السبب إيه. كويس جميل، ماشي، الضرب مثلا، يكون زي حضراتكم تساعد الأطفال على خفض مستويات الضغط النفسي، معرفة الأسباب وعلاجها لسد ما حصل. أستاذ محمد من خلال التحدث معه والاستماع له. جميل. أستاذ الأمير يقول التحدث إليهم ومعرفة سبب الخوف، خلي بالك أنت لسه ما محددتش، أنت لازم الأول تعرفي إيه نوع الشيء بيواجهه، من خلال المظاهر اللي شفناها عليه نقدر نحدد هل هو بيعاني من خوف ولا من قلق ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا، ولازم نبقى إيه إحنا عندنا دقة ملاحظة ومتابعة للأبناء عشان نقدر نشوف أي تغير يطرأ عليهم. أستاذ محمد يقول من خلال ممارسة أنشطة الدعم النفسي، تمام أستاذ جماعة، نعرف السبب ونضع خطة العلاج. الأستاذ الأمير هذه في حالة معرفة السبب، تمام. أستاذ محمد المهارية والحركية والسيكودرامية والرسم للأهداف. بحرف واحد انا مش عارفه يعني. نشوف مع بعض كده. قال لي الواقع ان هناك اساليب نفسيه، اساليب نفسيه عديده بيستخدمها المتخصصون في هذا المجال، ولكن بشكل عام يمكن مساعدة الطفل اللي بيعاني من الضغوط النفسية. نساعده ازاي؟ أول حاجة تدريب الطفل على كيفية التنفس العميق، إن هو ياخد نفس عميق. النفس العميق ده هو بيساعدك على الاسترخاء، تمام، يعني ده بيزيد من كمية الأكسجين، ده يزيد من كمية ايه؟ الأكسجين اللي بتصل فين؟ للدماغ، وده بيساعد على الحد من نشاط الهرمونات
التي بتساعد على زيادة ظهور أعراض الضغط النفسي. يبقى أول حاجة أعملها أعود الطفل على كيفية إن هو يعمل الاسترخاء، إزاي ياخد نفس عميق، تمام؟ عشان يقدر يزود كمية الأكسجين اللي بتصل للدماغ، عشان يقدر يحد من نشاط الهرمونات اللي بتزود ظهور أعراض الضغط النفسي. دي أول حاجة. طيب الحاجة الثانية إيه؟ التحدث مع الطفل. زي ما كنت هتعرف، التحدث مع الطفل. ولازم أنا أعرفه إزاي يسيطر على مجريات حياته وحدثه. ليه؟ لأن ذلك يمكن أن يساعده على التعرف على المواقف التي لا يمكنه السيطرة عليها، عشان يعرف إيه المواقف اللي يقدر يسيطر عليها والمواقف التي لا يمكن السيطرة عليها. وبكده هيقدر يجري التغييرات اللازمة في حياته، وهيتخلص من مسببات الضغوط النفسية. يبقى أول حاجة أنا بعملها في خطة العلاج أو في الضغوط النفسية، إني أدرب الطفل على إن هو ياخد نفس عميق. الحاجة التانية أنا بتحدث معاه وأتكلم معاه وأعرفه إزاي يقدر يسيطر على مجريات حياته وعلى أحداثها، وإزاي يعرف إن في بعض المواقف هو ممكن ما يقدرش يسيطر عليها، تمام؟ وهنا هيحتاج مساعدة الأسرة، تمام؟ لازم يعرف كل التغيرات دي عشان يقدر يتخلص من أي سبب للضغوط النفسية. الحاجة الثالثة، لازم نعلم مهارات في الحياة دي. طبعا جعل الطفل على وعي بردود الأفعال الجسمية للضغوط النفسية، يعني خاصة في مراحلها الأولى. ليه؟ لأن الطفل أحيانا بيبقى عنده تعرق في الأصابع، اهتزاز في الجفون، ده لازم يبقى هو واخد باله من الحاجات دي. لأن هو لو عرف الكلام ده هيساعده على وضع خطة لما يجب عليه أن يعمله عندما تظهر هذه الأعراض، وبيجعل دائما الضغط النفسي تحت السيطرة. خلاص، لازم أنا أعرفه إيه ممكن يحدث عنده في ردود الفعل بتاعت الجسم بتاعته في حالة الضغوط النفسية. طيب الحاجة الرابعة، منح الطفل وقتا للراحة والاسترخاء والتعبير عن مشاعره. ليه؟ إن الاسترخاء العائلي ده عنصر مهم في المحافظة على صحة الطفل والعائلة على حد سواء. الأستاذ حنان بيقول التحدث مع المحيطين بالطفل لمعرفة أسباب الضغوط. إحنا بنفضل دائما المحيطين بيه يكون هو الأب والأم بس، ما ندخلش حد تاني عشان ما نسببش أي إحراج من الطفل نفسه. هنا في حالة لو كان الضغط ده متمثل بحد في المدرسة أو المدرسة كان شايفة فيه، بس في الحالة دي احنا لازم نطلب المدرسة ان هم يعملوا ايه مع الابن في اللحظة دي. الوقوف على الأسباب مع حضرتك. معلش، احنا مثلا ممكن الطفل عندك يبقى انت بيعاني من ضغوط نفسية لا قدر الله، تمام؟ بس هي الضغوط دي ليست متعلقة بأي شيء من المدرسة. يبقى بالتالي في اللحظة دي أنا يعني مش هقفل المدرسة معايا أو أدخلها معايا عشان الطفل نفسه بعد كده ما يحسش إن في مشكلة، لأن هنا ممكن يعرضه بمعاملة تانية، طريقة إيه يحسسه اللي هو إيه يعني إنسان غير طبيعي. إلا إذا كان الطفل اللي فعلا مثلا عنده حالة قهر زيادة أو عنده أي مرض، ده أنا لازم أخبر المدرسة عشان لو حصلت عنده أي حاجة من الحاجات دي ياخدوا بالهم مني. يعني عنده حالة لا قدر الله، حالة الصرحة كذا، يبقى هم لازم يبقى عندهم علم بيها. لكن لو كان سبب الضغط ده أحد العاملين في المدرسة أو بسبب التلاميذ أو بسبب المدرس أو بسبب المدرسة، لازم هنا بالتالي أخبر المدرسة إن هم كانوا السبب في المشكلة دي، وهم يساعدونا في علاج هذه المشكلة.
تمام؟ لازم يعني ايه الاسترخاء العائلي ده؟ يعني نطلع مثلا مع بعض كأسرة، فسحة، رحلة، حاجة ترفيهية كده، تعمل استجمام، تعمل استرخاء للناس. ده اللي برضه عنصر مهم في المحافظة على صحة الطفل، والعائلة برضه على حد سواء، لأن إحنا كنا بنحتاج كده فترة نغير فيها الجو، نعمل فترة استجمام، يعني كده ناخد نفس عميق، نشم هواء نقي، فكلنا بنحتاج هذه الجزئية. برضه دي بتعمل استرخاء للكل وبتخفف الضغوط على الكل، حتى الناس اللي بيبقى عندها ضغوط في العمل والكلام ده كده، بيجي في يوم الأجازة زي كده لما يطلع رحلة، يطلع زيارة مكان ما، فتلاقيه بعد كده يرجع للعمل بتاعه وعنده طاقة كبيرة. تغيير الجو فعلا، طبعا لازم نغير الجو ايه، ونلعب معاه عشان نقدر برضه نخفف من الضغوط اللي عليه. تمام. طبعا الأطفال بيحبوا اللعب، وبيحبوا كمان لما كنا مثلا يا سلام في رحلة كده والأب والأم بيلعبوا معاه، بتبقى جميلة جدا. طبعا احنا كده قبل ما نختم ان شاء الله، لو في احد من الاخوه الزملاء في القاعه عندكم اي سؤال او استفسار، هل في سؤال او استفسار لحضراتكم؟ تفضل يا استاذ محمد. تفضل. ايوه ممكن. ايه الاضطهاد الجسدي يمكن ملاحظته، لكن كيف نلاحظ الاضطهاد النفسي؟ لما احنا اتكلمنا يا استاذ محمد في الاضطرابات النفسيه والاعراض النفسيه، وقلنا بتشوف عليه خوف، قلق، مظاهر كثيره. عشان كده احنا حتى لما جينا ذكرناها الجزئيه دي، قلنا يا جماعه ركزوا معايا، وحتى انا قررتها مره ثاني وطلبت من حضرتكم ان احنا ناخد بالنا في الجزئيه دي بالذات، هي مظاهر منها الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الجسميه واضطرابات النوم والانحرافات السلوكيه والتاخر الدراسي. حضرتك قبل لو انت تفتكر 5 عناصر دول، ده كلهم من الاعراض بتاعتهم بتوصلك ايه اذا كان عنده اضطراب نفسي ده ولا لا. تمام. في نهاية هذا اللقاء بتقدم باسم باسمكم بجزيل الشكر لأكاديمية الجيل الجديد الرائعة دائما، والتي تتيح لنا جميعا فرصة التعلم والبحث من خلالها. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم دلوقتي على جزئية المراجع، عشان بحب دائما في نهاية كل لقاء إني أعطي كل جزئية حق حقه. كتاب سبيل الآباء في تربية الأبناء للأستاذ محمد السيد تراب، مصادر الضغط النفسي لدى الأطفال كما ذكر الأطفال وكما ذكر المعلمون، للأستاذ علي هاشم جاوش، الكلية التطوعية المفتوحة واسط، التعامل مع الضغوط النفسية للدكتور أحمد نايل الغرير والدكتور أحمد عبد اللطيف، الضغوط النفسية والأسرية الأسباب والعلاج دكتورة أمانة عبد المقصود والدكتور تهاني عثمان، أساليب سلبية شائعة في التربية يجب تجنبها من تأليف الدكتورة فاطمة الكتاني مجلة طبيب دوت كوم، الضغوط النفسية عند الأطفال ومظاهرها دكتور صالح احمد الخطيب مدير مركز الارشاد النفسي واستاذ علم النفس جامعه العين للعلوم والتكنولوجيا موقع الخليج، التربيه الاسلاميه لطلاب الدراسه موجزه الاستاذ محمد نور الاسلام موقع اللوكا، الاطفال والتربيه النفسيه موقع اللوكا الاجتماعي الدكتور قاسم يوسف بدري، ما هي احتياجات الطفل الاساسيه وكيف يمكن اصلاحها للكاتب الزبير بالمأمون. طبعا دي المراجع والمصادر اللي احنا رجعنا فيها في جمع هذه الماده. تمام. طبعا ناخد بالنا احنا كده نطول تاني.
نهاية هذا اللقاء باسمي وباسمكم جميعا أتقدم لكم بأسماء آيات الشكر والتقدير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أتمنى من الله أن نكون في هذا اللقاء قد قدمنا ولو شيئا بسيطا نساعد من خلاله في إعداد جيل للمستقبل إن شاء الله. فأنا في النهاية أشكركم جميعا ولكم مني خالص الشكر والتقدير. شكرا للأستاذ مصطفى على هذا الجهد الرائع، شكرا للأستاذ سعيد، وشكرا لكل القائمين على الأكاديمية، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.